كده. عايزين بقى نخش في مرحله النوم. النوم لما ماما تحب تنام بقى بطنها الطويله دي بقى. بتنام على السرير بقى وتقوم مقلوبه على جنبها كده. لا انا امي ما تنامش على جنبها، انا امي عظيمه تنام على ظهرها وبطنها تبقى طالعه كده. تنام على ظهرها وبطنها لفوق كده. في شموخ. والله طبعا. كانت بتنام فين؟ كانت بتنام في المنور. في المنور؟ عشان البط تاخد راحتها. منور مفتوح بقى للسما كده. طبعا ما شاء الله. تنام بقى كده اهو وبطنها طالعه فوق كده اهو. شموخ. وبالليل بقى يخش حرامي على المنور وبعدين عايز يطلع. يقوم قافش بطن ماما ويبدا يطلع 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 ويقوم داخل بقى عشان يسرق. طبعا يا فندم، اصل الحقيقه يعني مهما حكيت لك انت تعرف الدكتور لما كان يجي يكشف على ماما كان يتوتر. اكيد. ده كان بيتعالج نفسيا بسبب ماما. الله يكون في عونه. كان بيكشف عليها وهي نايمه في المنور. لا والله. طبعا. يعني تبقى نايمه كده وبطنها طالعه فوق كده. دكتور يطلع بقى فوق السطوح. ايوه. عشان يكشف على ماما. ايوه. يحط ايده بس يا دوبك من فوق السور كده. ايه يا مدام؟ ايه الاخبار يا مدام؟ وانت واقف جوه كده. هايل والله. عظيم عظيم والله. ده الدكتور ده كان بيتعالج نفسيا بشكل غير ده انت عارف اعراض الحمل عند ماما طبعا مختلفه. ليه بقى؟ كل الستات اللي بتبقى حامل تقول لك انا حاسه بدوخه. لا ده الستات. امال ماما ايه بقى؟ الدكتور كان يجي يسالنا الست دي بتدوخ؟ نقول له لا. كان يعمل ايه؟ يكتب لها على مراجيح. مراجيح؟ يكتب المراجيح ويقطع روشتها كده. والله. والله. واحنا ناخد ماما. ناخد ماما نوديها الملاهي ندوخها ونرجعها تاني. ما شاء الله. يقول لك ده مهم عشان صحه الجنين. اللي هو انت الجنين يعني. امال انا تنين ولا ايه؟ لا ده انت جنين وسيد الجنانين كلها. ده الدكتور قاعد يعالج في ماما يعالج في ماما لغايه لما جه اليوم التاريخي. ايوه لسه اعرف بقى اليوم التاريخي بقى يوم الولاده. لا. يوم الطلق. يوم الطلق؟ هو حضرتك ما سمعتش عن طلق في الريال؟ هو طلق في الريال مشهور قوي كده؟ حضرتك ما قريتش تاريخ؟ لا الحقيقة ما أعرفش إن طلق ماما نزل في التاريخ. طب ما شفتش حدث في مثل هذا اليوم 26/10؟ لا بجد؟ لا ما حصليش شرف. يا فندم ده أنا أم الست الوحيدة اللي جالها الطلق بعد الولادة. إيه؟ جالها الطلق بعد الولادة؟ بخمس سنين. وأنت كنت فين؟ أنا كنت في كيشي وان. يعني أنت في المدرسة وماما بتطلق فيك في البيت. ما شاء الله يا ست فنان. بقول لك على يوم الولاده. نفسي اعرف. ده الدكتور قاعد يولد في ماما يولد في ماما استخدم كل وسائل الولاده اللي في العالم. فشل. فشل؟ طبعا. عمل ايه؟ انتحر. ارتاح. بعدنا جبنا دكاتره كتير عشان تعالج تولد ماما وتعالج. انا لا انسى مجهود رجال الاسعاف في اليوم ده. رجال اسعاف عملوا ايه؟ لا انسى لهم الشكر والجميل. عملوا ايه بتوع الاسعاف؟ كانوا قاعدين رايحين يشيلوا في الدكاتره، يشيلوا في الدكاتره. خلصتوا على دكاتره البلد؟ يا فندم ده السنه اللي انا اتولدت فيها كليه الطب قبلت من 20%. ما شاء اوكازيون مجاميع في ريال. هايل والله من 20%. والحكومه طلعت بيان ونقابه الاطباء شجبت. وامي قالت ايه ده؟ انا مش عايز حد يولدني. انا هتصرف. عملت ايه بقى؟ عملت كده. يلا يا عادل. وبعدين نزل عادل. والناس قالوا ايه ده؟ ده بروتا. والله نسيت ان الموضوع على بروتا. كل ده عشان سالتك يعني ايه بروتا. كان يتقطع لساني قبل ما اسال. يا سلام يا فريال. عظيمه. شفت فريال؟ قالت ايه ده؟ انا مش عايز حد يولدني. قالت انا هتصرف. يلا يا عادل. قام نازل عادل قالوا ايه ده؟ ده بروتا. فجه عادل عشان يقرفني انا. يقرفك؟ ولا عادل اطلع بره. بره؟ مش هطلع بره. انا اسف. اسف على ايه؟ مش قبل ما اخد حقي. انا بيعجبني فيك قوتك. حقك ايه حقك؟ انا خدمت المحطه الفضائيه بتاعتكم ديت بما فيه الكفايه من حقي بقى اب واطلع للدنيا. امال ايه؟ طبعا بقول لك بيعجبني فيك شجاعتك. ايه حقك اللي انت عايزه يا عادل؟ بصراحة بقى أنا عايز ألعب دور البطولة في الفيلم الجديد اللي انتوا هتنتجوه. والله الفيلم اللي أنا هنتجه قلبي دليلي دليلي قصة حياة أنور وجدي. عايز تاخد دور البطولة؟ عايز تلعب دور مين إن شاء الله؟ دور أنور وجدي. لا والله.
ما تنفعش. ليه؟ لان انور وجدي كان شعره ناعم وسايح. انت لا يا فندم يا فندم، ده شويه سمنه وقطقوطه قطقوطه خلاص. والله العظيم خلاص يا عادل اوعدك. متشكر يا فندم. اول ما تخرج من السجن هعمل لك تيست. سجن؟ طبعا سجن، ده انا هقطعك وهبهدلك وداخل عايز اخد حقي. سجن ايه يا فندم؟ يا راجل اتنيل. ليه انا عملت ايه؟ انت عارف اللي اتكلمته في الموبايل من شويه وضرب نفسه بالنار ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ خسر القناه الفضائيه بتاعتي 7.5 جنيه. ايه؟ شوف انا ما برحمش. عارف فتحي اللي رميته بره وقال حرمت حرمت؟ أيوة. عارف خسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام يعني؟ 5.5 جنيه. ايه؟ عارف يا عادل انت مخسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام؟ 200,000 جنيه. عالجزمه! ده انا هقطعك يا فندم. خلاص انا مستعد يعني تخصمهم من مرتبي بالتقسيط. مرتب يا شحات؟ انت بتقبض كام اساسا؟ 200 جنيه. يا سلام، اخصم 200,000 جنيه من 200 جنيه تقعد تسدد فيهم 30 سنه. حقي وحقك. جاي كسر حقك. طب خلاص خلاص ولا تزعل نفسك. انا مستعد ارد لك ال 200,000 جنيه على 4 شهور لو حبيت. ايه الفتاكه دي؟ على 4 شهور؟ اه. طب انا موافق. ازاي؟ خلي مرتبي 50,000 جنيه في الشهر. اخرج! امشي. انت بتستعبط؟ طب انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس. تعملهم عليا؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت قدامك حل من اتنين. ايه؟ يا السجن يا تعمل اللي هقول لك عليه. انا مستعد لاي حاجه. طيب تعال. نعم. انت بتشتغل ايه في المحطه الفضائيه بتاعتنا؟ مؤلف. مؤلف ايه؟ اغاني ومسلسلات افلام. سيبك من المسلسلات والافلام المضروبه اللي بتكتبها دي. حاضر. خلينا في الاغاني. ايوه. انا عايزك تالف لي اغاني شريط. بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في حاجه ثانيه. ايوه. وهدي لك الفرصه انك انت اللي تغنيه. كتر الف خيرك. شفت انا لطيف ازاي؟ لا حضرتك طول عمرك طيب. عندي شرط واحد بقى. اشرط. امر. الاغاني اللي انت بتالفها دي لازم وانت بتالفها تخليها اغاني مسفه. عايزك تبتذل، عايز اغاني هابطه. مستحيل. يعني ايه مستحيل؟ انا بحترم فندي. طز فيك وفي فنك، فنك ده هيدخلك السجن. هتعمل اغاني هابطه، الناس كلها هتشتري الشريط. الناس خلاص ما بقتش عايزه تسمع اغاني حلوه ولا طرب، عايزه اغاني هابطه، والشريط هيبيع كتير جدا، تسدد اللي عليك ويا دار ما دخلك شر. فكر قول، ها السجن ولا تعمل كده؟ يعني هو ده اللي هيجيب فلوس؟ هو ده اللي هيجيب فلوس. هو ده اللي بيعجب الناس؟ هو ده اللي بيعجب الناس. حاضر يا بيه. ها؟ هسف. برافو. هبتذل. هايل. هبيع القضيه. ممتاز. هغني اغاني هابطه وهقول لك نكت قبيحه. هتقولي نكت قبيحه؟ تحت امرك يا باشا. بسمتك حبيبي عادل، انا بموت في النكت الابيحه. قول لي واحد بس ابيحه. حضرتك اللي قلت ابيحه. ايوه. قول ابيحه. ايوه. طيب قول. مره واحد من اياهم قابل واحده من اياهم. يا سافل يا سافل. بقوم اتنين من اياهم. حضرتك اللي قلت. ايه السفاله دي؟ ده انا اتكسفت موت. مش تراعي ان في ستات قاعده. شد حيلك شويه. حاضر يا بيه. ما تستعبطش. هسف يا ناس. افتكر السجن. هبتزل يا هو. يلا تعالوا خشوا لي، تعالوا كلكم. عايزين نساعده عشان يسف ويبتزل ويعمل شريط هابط يجيب فلوس ونخلص منه. يلا يا عدول شد حيلك وانا بنفسي هقدمك. انا عزب شديد صاحب المحطه شخصيا، هقدمك على الهوا كده قدام الناس واقول ايها الساده، موعدنا الآن مع المطرب المسف، المطرب المبتذل، مطرب البيجوهات، مطرب الميكروباصات، الفنان النجم عادل رأفت. مزيكا. قسم يا معلم يا عين يا مناخير يا ودن، ونحدى لماذا يا خد رقبة إزازة إزازة، وأنا هبقى في اللزازة والناس ما تهمنيش يا ليل. هبطل السجاير وأشرب بانجو حشيش، ومن أول يناير هديها وما أخدش شيش. هبطل السجاير وأشرب بانجو حشيش، ومن أول يناير هديها وما أخدش شيش. أو رقصوني رقصوني، أو دلعوني دلعوني، وجوزوني جوزوني، وطلقوني طلقوني. وهطلق الولية أم عيال القديمة، واتبرم الفاميليا واشوف لي بنت سيمة، وعيالي دول ثوابت هرميهم في الملاجئ.
انا. لا راجل بس يا حبيبي انت، هو من النهارده مفيش حفلات ومفيش ندوات ومفيش اجتماعات ولا محاضرات، والواد اللي اسمه لاسه ده وعامل لي فيها راجل انا هوريك. ومعانا سياده العقيد محمد بيه الطويل قائد الحراسات الخاصه. خش يا باشا. هوب ها هوب ها هوب ها هوب ها ها هوب. طوّاتوا المكان. تمام يا باشا. ومعانا سياده المعيد عبد السون. اتفضل يا دكتور. والله عال ما شاء الله ما شاء الله. عال 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 عال. خير يا جماعه مالكم؟ ده انا جاي النهارده عشان اقول لكم ان انا قررت انفذ كل اللي انتوا عايزينه. انما يعني لا مؤاخذه تعملوا مظاهرات في الجامعه؟ لا مظاهرات في الجامعه لا. ليكم طلبات قولوها وانا انفذها وانا زي الجزمه. انما تعملوا مظاهرات في الجامعه انا ما بخافش. ومش انا لوحدي اللي ما بخافش، السيد رئيس الجامعه برضه ما بيخافش. هو بعت فاكس صغير كده يا باشا في كلمتين بساط خالص هقراهم بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي الطلبه، نخو لينو ماينو وطو طاطو، مفهوم يا رجاله؟ عشان يا صدروا لك الطرشه يا باشا. يلا يا رجاله يلا يا باشا. حلو يلا 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 على نفسه على نفسه ان شاء الله يا باشا. التصوير أيوة. تاني يوم الصبح في اللجنه ترص اللي انت صميته في ورقه الاجابه أيوة. هو ده تعليم يا شباب؟ لا. هو التعليم حشو دماغ يا شباب؟ لا. يا سلام. طب قول لي ايه هو التعليم يا فندم؟ انا اقول لك يا كمال. التعليم عمره ما كان عافيه. التعليم لازم يكون بالود بالحنيه بالاقناع. ثبت في اخر الدراسات النفسيه على الطلبه ان التعليم ما هو الا علاقه رومانسيه ما بين الطالب والمزه. الايه؟ الماده. الطالب. الطالب والماده. المادة. الطالب يبص للماده المادة تبص له. الطالب يضحك للمادة، المادة تضحك له. اسمك ايه يا مادة؟ بنزين. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي كبريت يا مادة. بعيد عنك. البنزين والكبريت يقعدوا يذاكروا مع بعض، واول ما يحصل الاشتعال ينجح الطالب في المادة كمان. يا عم بنزين ايه وكبريت ايه؟ احنا في مرقص قدر الموقف. يا
يبقى تقول لي ليه؟ ليه؟ ليه رئيس الجامعة لازم يبقى الأستاذ الدكتور البروفيسور واربعين لقب قبل اسمه؟ ليه ما يبقاش واحد من الطلبة عشان يحس بمشاكلهم؟ طب ازاي؟ عايز الأستاذ الدكتور العميد يبقى طالب زيكم؟ ايه المشكلة يا بني آدم؟ تقدر تقول لي مثلا مين عميد كلية آداب جامعة طوكيو؟ مين؟ طالب من حقوق تايوان. تقدر تقول لي مين عميد كلية التربية الرياضية في فرنسا؟ مين؟ زين الدين زيدان يا كلب، 65 مليون دولار وانت ما تسواش دولار واحد بقميص نومك الأحمر ده يا راجل. بس أنا صاحبك يا مفتاح. كنت صاحبي، كنت صاحبي لما كنت طالب زيك زي دلوقتي. انت عميل جاسوس لهيئة التدريس وبتبلغهم بنشاطنا السياسي في الجامعة. أنا خاين مفيش مشكلة، بس أنا صاحبك. عمرك ما كنت صاحبي ولا شرفني. إيه رأيك؟ صاحبك من حد دلوقتي وجاي يقول لك خبر يفرحك. عمرك ما قلت حاجة تفرحك كمان. إيه اللي هتقوله يفرحك؟ جربني المرة دي، جربني المرة دي. أجربك المرة دي؟ مف صاحبك هيخطب. مدغول في داهية وأنا مالي، يخطب ولا اتحرق؟ أنا دلوقتي عندي سياسة ومظاهرات مش فاضية. البت حلوة حلوة. هتبص لك أنت إزاي؟ البت بتموت في دباديبي. بأمارة إيه إن شاء الله؟ أقول لك أنا. البنت تشوفها جايه من بعيد تقول ايه الحلاوه دي؟ حلوه. حلوه ايه؟ 30% قشطه، 40% زبده، 50% زبادي. دي 100% بقره طبعا. انا بقولها انت بتكلمني عن مزرعه البانيا يا كلب. ارجع ارجع، بلاش كلام فارغ. احنا جوانا رغبات مكبوته عايزه تطلع، كل الشباب دي جواها رغبات مكبوته، حتى رجالتكم جواها رغبات مكبوته وحاسبت لك. اتفضل انت. عايز ايه ولا ايه؟ مش انت ياض، انت. أيوه. تعالى. أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ ايوه. مبهدلك ولا لا؟ ايوه. ممرمطك ولا لا؟ ايوه. جواك رغبه مكبوته انك تلسعه كارت ولا لا؟ ايوه. نفذ الاوامر. أيوه. انت. أيوه. مش ده القائد بتاعك؟ أيوه. مبهدلك ولا لا؟ هموت. ممرمطك ولا لا؟ جواك رغبه مكبوته انك تطلع عين. اضرب ده اقصر. يا رجالة. أيوة. جواكوا رغبات مكبوتة. أيوة. طرقعوا البعض يا شباب. بص بقى. أيوة. هم يخلصوا على بعض. أوه. وانا وسعادتك نتفاهم. أوه. بص يا باشا. احنا جوانا رغبات مكبوتة. أيوة. عندنا شوية طلبات هتنفذها هفض المظاهرة، مش هتنفذها هولع لك في الجامعة. أيوة. ايه الاحمر اللي تحت الميري ده يا اكسلانس؟ ده بادي. ده بادي وفخور قوي انك لابس بادي. ايوه طبعا. ايه رايك يا باشا ان انا عايز اغير سياسه العالم، لان اللي بيحصل اليومين دول مش عاجبني. غلط يا ولاسه. هغيرها. مش هينفع. هغيرها. هتموت يا ولاسه. اللي عندك اعمله يا جدعان. اضربه بالنار. قبل ما تضرب بالنار لازم تفكر شويه، لان انا مش لوحدي، انا معايا رجاله زي الفل، ويا نعيش احنا الكل يا تموت لوحدك. اموت لوحدي بعد المرمطه ده؟ انتوا عيال واطيه قوي يعني. انا مبهدل. نص ساعة يلا شوفوا لي بروتا. قول آسى. راجل اقعد بقى. قول آسى. الراجل ده كلام. ايه النضال ده كله يا والله عيب عليك. عيب ليه؟ ازاي يعني؟ ليه مالك؟ ازاي تبقى بروفة مسرحيتك وما تحضرهاش؟ يا حبيبي اكتب لك المسرحية الجديدة. يعني أنت تكتب وأنا أناضل؟ فيها إيه؟ أنت تكتب وأنا أعمل مظاهرات؟ ومال؟ أنت تكتب بروتا وأنا أتكلم في السياسة وأخش المعتقل؟ إيه دي فرص ما تضيعهاش. كل حاجة في حياتنا بالنص، بتيجي لغاية النضال والسياسة وتخلع. طب انت بتكتب معايا؟ ما عنديش موهبه الكتابه. وانا كمان ما عنديش موهبه النضال. وانا زهقت من النضال يا بروت. يعني ايه زهقت؟ كام سنه كام سنه في الجامعه عمال ازعق وعلي صوتي واقول كلمه حق واتكلم في السياسه وبرده ما حدش سامعني وبترمي في المعتقل. ما تيأس، مش سيرة بلد تصحى وتسمع صوتك. قبل ما يصحى اكون سبتها ومشيت يا بروت. تمشي على فين؟ اروح اي حته بقى. في شعوب ودول كتيره جدا في العالم محتاجه رمز، قائد يتكلم ويعلي صوته بالنيابه عنهم ويطالب بحقوقهم. شعوب ايه دي؟ شعوب كتيره جدا في اي قاره في العالم. روح امريكا الشماليه، مالها. انزل امريكا الجنوبيه، استراليا، افريقيا، اوروبا مثلا. مالها اوروبا؟ فرنسا مثلا. مالها فرنسا؟ محتاجه حد يمشي في المظاهرات. فرنسا محتاجه لك؟ مفيش راجل هناك بيمشي في المظاهرات، المظاهرات كلها حريمي يا اكسلانس. حريمي؟ اي بنروح بالدم نفديك يا كرواسون وتعشت على كده خلاص، مفيش عندهم مشاكل. تتكلم جد؟ شعر اصفر بقى، عينين ملونه، جو تاني يعني. اه
يعني انت مسافر عشان الستات؟ اناضل مع الستات. ومالهم ستات بلد؟ ما بيناضلوش يا بروتا. انا لو كنت لقيت ست في البلد دي بتناضل كنت ناضلت، لكن للاسف انا اتفضل يا سيدي. مركز شباب متعقبه ماشي اهي وتقول لي نضال ماشي بقصريه. اوريك انا بقى العينات اللي بتناضل في فرنسا. باتريتشيا لورانس، بص شايف، شوف العينات دول من فرنسا. شايف بقى؟ الله الله، شفت ان انا عندي حق؟ ايه ده؟ شوف رايح فين يا اهبل انت. اكسكيوزي مو جوفي الي على تواليت ونبقى نتصرف. تواليت ايه بس؟ تواليت ايه يا بروتا؟ ما تركز بقى شويه. اصلهم حلوين قوي. حلوين؟ عايزهم. يبقى تسمع كلام اخوك. نطلع انا وانت على فرنسا سنه ولا اتنين نشقاهم هناك، نرجع قلت نشقى. هنشقى. هناك هتغسل الصحون وتلحس البلاط وتتمرمط اخر مره. ايه المشكله يا بروتا؟ قضيتك ايه؟ انا حاسس ان فرنسا دي هتبقى اول محطه بالنسبه لي في الكفاح والنضال. فرنسا؟ هرجع من هناك مفتاح مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ ورا مباحث العالم. اسمع كلام يا بروتا. يعني قفلت معاك؟ تربست معايا. بالسلامة يا صاحبي. مش عايز حاجة من فرنسا؟ لا بس انت هتوحشني جامد. وانت والله يا بروتا بس في مشكلة هتقابلك. ايه؟ اللغة. مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ تهبل ولا ايه؟ ايه؟ انجليزي. والانجليزي بتاعنا بينفع؟ انت نسيت الجامعة الأمريكية ولا عملناها ولا ايه؟ هاو از فريد؟ فريد از فاين. وير از يور ماذر؟ إن ذا باثروم. وير از يور فاذر؟ إن ذا نفس الباثروم اللي لسه داخلة ست الوالدة دلوقتي. تعالى بقى. ايه؟ نتكلم جد شوية؟ طبعا. هزرنا كتير. بص يا بروتا. أنا عارف إن أنت جميلة غرقتني. واللي ينكر كده يبقى ما عندوش اصل. ازاي؟ صح ولا غلط؟ يعني ايه ما قسمت معايا اكلك شربك فلوسك لبسك؟ عيب عيب يا بروتا. انا ما اقدرش انكر الكلام ده. احنا اخوات واصحاب. انت عارف ان اخوك مسافر. طبعا. والسفر يعني غربه. ايوه. والغربه محتاجه فلوس. فبعد اذنك هتقل عليك في طلب، وصدقني ده هيبقى اخر طلب. ده انا عينيا ليك يا صاحبي. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف طبعا ان اخوك اتبهدل كتير في حياته. ايه يا ولاد انت؟ وما عنديش استعداد ان اتبهدل بره تاني. طب وبعدين؟ وشرف امك في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حصل خير زي ما قال لك، واحده زياده بالظبط. الحمد لله الحمد لله. قدر الله. سرعنا يا عم اسكت سرعنا. اول ما بدخل بفرقع وحركات، فرقعت متاخر. يلا نصيبك عشان تثبت على الشريط مدى الدهر. يلا ماشي. فجأة حسيت ان احنا في افغانستان. الحمد لله احمد ربنا انها مش طيارة كانت رشقت في دماغك وانت شبه البرج بعد عنك. المهم في حاجة هتفهمها تاني؟ الله اعلم، العلم عند الله. بص يا سيدي، طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغالية. انا عارف ان انت محوش قرشين فحصلتك بالاضافة للاجر اللي هتاخده بعد ما بعت الرواية اللي كتبتها دي. فلو تتبرع بيهم ليا اكون شاكر افضل. لعلمك من غير ما تقول انا كنت ناوي اعمل كده. ربنا ما يحرمنيش منك. انت صاحبي واخويا. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغاليه. بالنسبه للساده الزملاء الفنانين المشاركين معانا في العمل. ايوه. انا كنت عارف ان هم محوشين قرشين فحصلتهم بالاضافه للاجور اللي هياخدوها. فلو تقنعهم يتبرعوا بالفلوس دي ليا اكون شاكر افضل. اتكل على الله وعليا في الموضوع ده. ربنا ما يحرمنيش منك يا بروتا. انت صاحبي واخويا ما تقولش الكلام. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا قربتك راها كده. بتقل عليك اخوك. يعني لو تاخدها معاك وانت مسافر ما فيش مشكله كده. اخوك. طيب. اخوك بيتقل عليك. وبعدين انا اخدها تركب الطياره ازاي دي بقى؟ تركب تفريعه دي تركب الطياره ازاي؟ طيب يا فروتا في خلاص خلاص سيبها لي. طلب اخير وشرف امك عنايات ما تحرجني. تحت امرك. بالنسبه للجمهور اللي هيحضر العرض، يعني انا كنت عارف انه محوش قرشين في حصالاته بالاضافه لتمام. انت حاطط عينك على الحصالات؟ في ايه يا بروت؟ في ايه الفلوس دي كلها؟ نصاب بالعربي مش مسافر يا بروتا؟ مش غربه ومحتاجه فلوس يا بروتا؟ خلاص يا صاحبي. الله ان شاء الله هتفرق. بتتكلم جد؟ اتكل على الله وعليا. بحياه ابوك هتسلفني بس فلوس. نعمل الحفله. اعمل لك ابو الحفله. يلا يلا يا شباب. يلا شباب. يلا يا رجاله. يلا رجاله. اجهزوا للحفله. مزيكا مزيكا. ونطلع فوق نصرخ ونقول
يقدر يمنعنا ولا حلم حياتنا يموت مخنوق. يلا حياتنا هنا وحنملى الكون رقص ومزازين سي سي نشوف الدنيا ونطلع فوق نصرف ونقول كسرنا الطوق ولا حد هيقدر يمنعنا ولا حلم حياتنا يموت مخنوق. هتوحشنا بروت وانت كمان يا صاحبي. والله توحشنا صاحبي. مش عارف يعني مش عارف عايش من غيرك ازاي والله العظيم. وانا كمان مش عارف حام من غير عياط من غير عياط من غير عياط. مش ناقصه هبل هي خلاص انتهينا. ادعي ربنا ان السنين دي تعدي بسرعه. سنين اه سنين طبعا هتغيب سنين. وانا حابني اسمي في عالم الكفاح والنضال بين يوم وليله يا بروطه. مش تركز معايا كده. ربنا يوفقك. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا صاحبي ان كل قرش هشتغل بيه هشيل نصه ليا ونصه للبعيد اللي واقف قدامي. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا بعيد ان كل لقمه هاكلها نصها ليا ونصها ليا. انت راجل كذاب على فكره. ليه؟ اول ما ارجع النص بتاعي عفن وانت حالتك ثلاجه ادفعه وخلاص. ما تخافش يا قلقاسه. ما تعمليش يا ابن بلد وتقول لي هشيل نصي. والله ما تخاف يا راجل. اقعد بقى بلاش. هشيل الاكل في ثلاجه الجيران. سافر في داهيه يا صاحبي. خسرت الايام الحلوه. يرضي مين ده يا ربي؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي طول عمرك كنت اتجاه واحد؟ ايه الحلاوه دي؟ مرساه. وكمان لغات. ايوه. ايه اللي جرالي؟ الست زوزي عملت فيها كده. والله جدعه. بقول لك يا شربات. ايه فاضيه 3 4 اسابيع كده اعزمك على ليمونادة؟ لا اني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا اني طالعه عند عزب. لا لا يا شربات الا الراجل ده. انا منعك. تمنعني ليه واني اجزلن؟ انت ايه؟ اني اجزلن. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارفه يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمار بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح. طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زازه قالت لي ان عزب بهده هخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن. ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زي كده. قلت ايه؟ قلت ما حدش هياخد مني حاجه غصب عني. خد كل حاجه شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور. غصب عنك يا ولا؟ بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. اني طالعه. شربات ما تطلعيش يا شربات ما تطلعيش. طالعه 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 ماسكه الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها بصيت له بصلها. خدك على المحور. وداك الدائري. عضك. ايه اللي حصل؟ ما لقيتوش. ليمونادة يا شربات. يا الله.